كان واحد الحركه الحمد لله، ولو تنقول حنا بسيطه، ولكن كما كان الحال في هذا الوقت ديال الشروات كتقول السياحه الخارجيه قليله شويه، ولكن الحمد لله السياحه الداخليه حنا الحمد لله مواصلين بها الاعمال، يعني سدات داك 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 الثغره او داك الخصص اللي حنا كنعانيو منه سيرتو في هذا الشهر واحد. بطبيعه الحال حنا قطاع العربات وكل شيء بشكل عام اللي مر واحد الظرفيه خاصه اللي هي ظرفيه كورونا، اللي حنا باقي الظروف وباقي التداعيات ديال جائحه كورونا باقي كنعانيو منها. داز ظروف قاسيه بشكل كبير سيرتو القطاع السياحي، الناس ديال قطاع السياحه بشكل عام كلهم تضروا. هنا كقطاع العربات ماشي حنا استثناء، قطاع العربات مجرد ماشي استثناء، لان حنا عانينا بخصوص مع الخيول اللي كان خصنا العلف ديال ما ياكل الخيل، هذاك العلف اليومي، والكورونا كتعرفوا وصلت واحد العامين ديال الكورونا ماشي سهله. بعض المحسنين تعاونوا معنا في الظرفيه هذه، كذلك جمعيه طريق الحيوان محافظه الطبيعه سبانا، كذلك الشركه المكيه ديال الفرس وعلف الساحل، الناس تعاونوا معنا، وبعض المحسنين جزاهم الله خيرا وقفوا معنا، والناس المقيمين ناس مراكش سواء كان اجانب او مغاربه اللي حتى هما تعاونوا معنا في هذاك الوقت، والحمد لله يعني تجاوزنا ولو كانت الامور شويه قاصعه شويه، ولكن الحمد لله على العموم كانت الامور مزيانه، والحمد لله حنا كان يعني كان بحال الامور كتنسى تدريجيا، الامور هي غادي من حسن الى احسن ان شاء الله تعالى. الزبون بشكل عام مختلفه من جنسيه لجنسيه، اوروبا تقريبا كلها بما فيها الايطاليين الاسبان الفرنسيين كلهم يعني كياخذوا هاد العربة وكيعملوا واحد الجوله داخل المدينه، سواء بالازقه ديالها او المنطقه ديالها او حتى الحدائق اللي هي كتدخل بهذه المدينه، مثلا حدائق المناره، حدائق ماجوريل، حدائق وكذا، الحدائق كيديروا انتباه ديال الزبون، كيحاولوا انهم يعملوا الزياده عبر وسيله النقل هي الكوتشي. لان الكوتشي ماشي هو ترونسبور في حد ذاته، حنا ماشي كقطاع تاع ترونسبور، حنا الناس هو كيسر الراحه والاستجمام ديال السائح، لان السائح كيبيع مع العائله ديالته ومع سميتو كيبيع من واحد الجوله، والحمد لله الكوتشي كيعطي واحد القيمه مضافه للبلاد، وبالاضافه للسياحه الداخليه اللي هي غنيه كل تعليق المغاربه ديالنا اللي هما بطبيعه الحال ما كينساوناش لا في الصيف ولا في الشتاء لا طول السنه، يعني كيركبوا معنا كيساهموا ما كيبخلوش عندنا الدعم ديالهم طول السنه، الحمد لله الله كنشكرهم من الباب هذا. الناس اللي معنيين بالقطاع الخصوص الناس المسؤولين بالقطاع، لان التفتوا واحد الاستفاده تكون معقوله وايجابيه، لان القطاع كيعاني بشكل كبير من ناحيه الاسطبلات، الاسطبلات اللي غير موجوده ومنعدمه في هذا البلاد. كاين اسطبلات اللي هي ديال كل واحد، ولكن اسطبلات هي عشوائيه، اسطبلات من الصفيح، الا يعقل مراكش كتعرف الذروه ديال في الحراره كيعرف الذروه ديال ما يفوق 50 درجه الحراره، وحنا كلشي كيخدم في داخل المدينه وسط هذاك الطقس الحار، وفي الاخير كيمشي الكوكوت بهذا المعنى، لان اسطبل من الصفيح كانه كوكوت، ملي كيدخل العود الاسطبل من الصفيح العود قاعد مسكين وكيدوب قاعد في محل في اسطبل من الصفيح وقاعد يقترب الهرم. حنا طرقنا في هذا الباب عيد رسنا عدد جهات، منا الشركه اللي كيشتغل في الفراس، من السيد الوالي، من مجلس البلدي، وهسا عطاونا موعد يعني وعدونا، ولكن لحد الساعه مازال ما توصلنا بوالو، باقي كلشي في الشتات، باقي كلشي ما لقاش هذاك الشخص او ذاك المسؤول ياخذ بزمام الامور ويسر مع الناس. الحمد لله متفاعلين كل الخير في بلادنا، وعندنا الناس اللي قد المسؤوليه بينهم يرفعوا من المستوى ديال الكوتشي هذا، ويزيدوا بالقطاع لقدام، لان القطاع بلا اسطابل راه كانه لا شيء بطبيعه، لان المأوى ديال الخير هو الاسطابل، خصو فين ياكل راحتو، فين يرتاح، فين ياكل، فين يشرب، ما كاينش. حنا في هذه السمره هذه، حنا في هذا الجو ديال البرد القارس ماشي، وكان كان الجريحه دابا، حنا داخل اربعه الحيوط وجوج ملايين كما تيقولوا بهذا المفهوم هذا، وكنترعدوا فما بالك العود اللي من النجوم، يعني لا غطاء لا والو لا كذا، يعني القضيه تحتاج واحد يعني واحد تخمين، واحد على الاقل الناس يقعدوا معنا ويناقشوا معنا الموضوع ويشوفوا الا كان
كنستحقوا انه يكون واحد ليستابل موحد. مرحبا، ما كانش ما كانتش مشكل. الكوتشي في الشتات راه لا يعقل، وحنا شحال من عربه، كاينه 148 عربه اللي كتروج من مراكش وما عندهاش ليستابل موحد. راه يعني شي عده تساؤلات، كنتمنوا شي مسؤول يجاوبني على هذا السؤال.